تعالوا نتعرف على أبرز الأخبار اللي هتحصل النهاردة. أخبار كتير هتحصل النهاردة، من بينها أنه هيبدأ صرف الدعم النقدي تحت مظلة تكافل وكرامة عن شهر أغسطس لجميع المستفيدين بما يشمل حاملي بطاقات ميزة البنكية، وهيبدأ مستفيدو برنامج الدعم النقدي المشروط الصرف من خلال جميع ماكينات الصراف الآلي المتاحة بالبنوك والمنتشرة على مستوى الجمهورية، كما يمكنهم إجراء الدفع الإلكتروني وجميع المعاملات الحكومية والمشتريات. النهاردة تنطلق في مدينة العالمين الجديدة فعاليات بطولة دوري أبطال الساحل للسيدات اللي بيقام في إطار اهتمام المهرجان بتشجيع الرياضة النسائية ودعم المشاركات فيها. ووجه منظمو المهرجان الدعوة للجماهير لحضور مباريات الدوري وتشجيع الفرق المشاركة، وأكدوا أهمية دعم اللاعبات وتشجيعهم على تقديم أفضل ما لديهن. النهاردة هينطلق حفل افتتاح مهرجان القلعة للموسيقى الدولي في دورته الـ 32 واللي هيشهد عدد كبير من الفعاليات الفنية والحفلات. يحظى المهرجان بجماهيرية كبيرة نظراً لما يشهده من حضور جماهير كبير، وبيتميز بتكاليف زهيدة لأسعار التذاكر اللي بتتيح الفرصة لكافة الفئات العمرية والأسر من حضور تلك الحفلات والاستمتاع بها.